عزيزة نورهان طمان مراسل قناة الأهلي، وهتعرفنا كده آخر الأخبار المحلية والعربية في الصحف المختلفة. يا نورهان صباح الخير عليكي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا من مقر النادي بالجزيرة هنطلعكم على آخر الأخبار الرياضية، ولكن قبل ما نطلعكم على آخر الأخبار الرياضية خلينا نفكر مشاهدينا النهاردة بمباريات الدوري المصري. هيقابل النهاردة حرس الحدود نظيره الإسماعيلي على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية الساعة 5، وكمان وادي دجلة هيواجه الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت الساعة 9. أما الأخبار اللي معانا النهاردة من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للجونة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي ذكر النهاردة أنه الفريق هيستأنف تدريباته في 5:30 على ملعب مختار التتش في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري المصري. ومن اليوم السابع نهائي ناري بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الليلة. هيستضيف ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة النهاردة نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين العملاقين نادي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في 9 مساء، وطبعا ده بعد ما صعدوا الفريقين، كان بايرن ميونخ تغلب على ليون ب3 أهداف دون رد، وكذلك فريق باريس سان جيرمان كان تغلب على لايبزيج الألماني أيضا ب3 أهداف دون رد في مواجهة النهاردة بيستناها كل محبي وعشاق الكرة الأوروبية بشكل عام. ومن موقع كورة تحديد موعد اجتماع حسم مستقبل كونتي. كشف موقع كورة عن موعد اجتماع المدير الفني لفريق انتر ميلان أنطونيو كونتي، واللي هيكون يوم الثلاث المقبل مع إدارة النادي لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل. طبعا ده بعد ما تلقى المدير الفني خسارة أمام إشبيلية في نهائي دوري اليوروبا ليج أمس الأول أمام إشبيلية. ومن جريدة ماركا الأسبانية، برشلونة يعيد تنشيط خيار ضم مارتينيز. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن استعدادات إدارة نادي برشلونة لفتح أو لإعادة فتح مفاوضاتها لضم اللاعب صاحب 22 عام لوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي. ده طبعا في إطار إطار رغبة النادي في تدعيم صفوف الفريق الأيام المقبلة. كمان يمكن خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الهزيمة الثقيلة ب8 أهداف مقابل 2، كانت دافع كبير جدا للنادي إدارة نادي برشلونة كما ذكرت جريدة ماركا في تدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة. ومن موقع سوبر كورة، فحص منشطات للثمانية من لاعبي العدالة قبل مواجهة النصر. قامت اللجنة السعودية لفحص المنشطات بفحص 8 لاعبين في صفوف ضمن صفوف فريق العدالة السعودي، ده طبعا قبل مواجهة نظيره النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري السعودي. دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة هنا من مقر النادي في الجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. شكرا ليكي يا نورهان طمان مراسلة قناة الأهلي. يعني كنت حابة بس أعرف منها لو الصحف